بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وسامحوني على فترة الانقطاع دي، بس هي كانت شوية ظروف كده وشوية ضغوط. معلش، ان شاء الله مش هيبقى في انقطاع بعد كده، بس ايه، المحاضرة بتاعت النهاردة هتكون محاضرة سريعة كده، عايزين نعرف فيها، او هتكون اجابة سؤال عن في سؤال احد الاصدقاء الغاليين يعني علينا، بعت لنا سؤال ازاي نعمل حركة زي كده، حركة الايد مع حركة التليفون، حاجة زي كده. طبعا عشان نعمل حاجة زي كده لازم نعرف الاول نرسم ازاي الايد عشان نقدر نعمل الحركة دي بمنتهى السهولة. طيب تعالوا نشوف بقى في الاليستريتور، احنا فتحنا ملف جديد اهو سميناه فون اند هاند. تمام، تعالوا بقى نشوف الموضوع ده هنعمل ايه، وهنرسم الحكاية دي او نرسم الشكل اللي احنا شايفينه ده ازاي. تعالوا نرسم الاول التليفون. تمام، نرسم كده تليفون، نرسم بالراوند ريكتانجل كده، شكل الشكل ده مثلا كده. تمام، وناخد الحواف بس بتاعته دي كده كلها، نحددها كلها بالشكل ده ونخليها بس ايه راوند، حاجة خفيفة يعني، مش هتبقى راوند بشكل كبير بالظبط. ونيجي ممكن ناخد ده نخليه مثلا لون غامق، اولا انا مش عايزه استروك خالص، نخليه لون غامق بالشكل ده كده مثلا. تمام، ممكن اغمقه شويه كمان، مفيش مشكله يعني. تمام ماشي، واخد من ده كنترول سي كنترول شيفت في، كنترول شيفت في عشان اعمل بيست في نفس المكان. تمام، واصغر ده بس كده مع الت وشيفت. حلو، بس متهيالي ان هو هنا عريض شوية في الجنبين، بس هنا أعرض، بس يبقى هنا في الجزء ده أنا عايزة أضغط الطرفين، طرف ده والطرف ده، فبالتالي هاجي كده على طرف منهم وأقول وأضغط ألت، سوري كنترول زد كده كليك، وأضغط ألت عشان يعمل لي الإيه، أصغر من الجهتين الشكل ده كده. تمام، ممكن بس ادخله شوية كده ناحية الشمال بحيث اخلي جزء ايه اعرض من جزء، الجزء ده هخليه بلون ابيض الطريقة دي. هنا في شكل تاني احنا عايزين نعمل يعني نفس الشكل، نحاول ان احنا نعمل نفس الشكل، الت وكنترول الت وشيفت قصدي، عشان اجيب اعمل دايرة كده في النص بالشكل ده. تمام، بس عايزة تخش سنة ناحية الشمال الطريقة دي. طبعا هو مش اللون بتاعها مختلف شوية، فاللون بتاعها خليه نفس درجة اللون دي كده مثلا، بس هرجع افتحها بس حبة صغيرة يعني، بحيث ان هي تبقى مختلفة شوية عن اللون اللي تحته. تمام، ممكن كمان افتحها كمان شوية او افتحها سنة يعني الشكل ده، الشكل ده كده. طيب في جواه مربع كده يعني، هو هنقول ان هو يعني راوند ريكتانجل لان هو صغير او بسيط يعني. تمام، هنيجي بس نرسم كده هنا جوه راوند ريكتانجل، طبعا شايفين ان هو بيرسم دايرة. طيب عارفين السهم اللي فوق، السهم اللي فوق، ونبص كده في، انتوا شايفين دلوقتي في ال W 28 بيكسل وال H 38 بيكسل والحاجات دي، والروتيشن او الدوران، دوران اللي هي الدوران بتاع الحواف بتاع الشكل ده 34 دلوقتي. تمام، طيب انا دلوقتي لو عملت سهم لفوق هزود الراوند، شايفين في رقم بيزيد اهو، لو عملت سهم لتحت هقلل الراوند، وده اللي انا عايزاه دلوقتي عشان ايه يديني شكل الراوند. ايوه بالظبط كده يعني، حاجة زي كده نقدر نقول نخليها 3. تمام كويس جدا، بس اقلل شوية الشكل ده. ده بقى انا مش عايزاه فيل خالص، انا عايزاه استروك، حاجة بسيطة كده، خليه 1 بيكسل باللون ايه الابيض. تمام، ادي الشكل قدامنا الطريقة دي. طب حلو جدا، تعالوا بقى نخش على المهم اللي هو الايد دي. الايد دي اولا التانية دي هتبقى ثابتة يعني، مش هيبقى فيها انيميشن جامد قوي يعني، تعالوا نشوف كده، حاجة بسيطة يعني. تمام، طيب المهم هو الايد. طب الايد دي بقى عايزين نعملها ازاي؟ اولا هنا عايزين نرجع بس باك كده،
عايزين نعرف بقى تقسيمة الإيد عشان خاطر أقدر أحركها بمنتهى السهولة. أولا هنا اللي بيتحرك هو صباع واحد فقط، هو اللي بيعمل الإيه الحركة دي، والباقي ما بيتحركش جامد يعني. طيب هبدأ هنا أجيب الريكتانجل وأبدأ أعمل الدراع كده مثلا. تمام، بس عايزة أجيب ألوان، عايزة أجيب من هنا ألوان، ألوان البشرة يعني، أو ماشي. لو دخلنا هنا في الويب في حاجات فاتحة هنا اهيت يعني، لو خلينا ده أو خلينا درجة مثلا زي دي. طب ماشي، يعني ممكن نستخدم منها برضو الألوان دي يعني، لو عملت حاجة زي كده أو السكين تون اهي، عمالين ندور احنا. طيب ماشي، ادي مثلا درجة لون اهي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ عايزين نجيب الاليبس ونعمل مثلا ايه يعني، نعمل مش عارفة بتقلب معايا ليه، انا اخترت الاليبس صح، جت بوليجون ليه مش عارفة. تعالوا ناخد كده مثلا الاليبس دي، بس مش عايزين يعني مفيش كف مدور بالشكل ده، ممكن ما نعملش إليبس خالص، ممكن نجيب الراوند ريكتانجل، راوند ريكتانجل بس هنا بقى نزود السموثنس شوية بالشكل ده كده. تمام، السهم اللي فوق. تمام ماشي كده، يعني لو خلينا دي كده مثلا، تمام حاجة زي كده. ممكن أدورها خالص بالشكل ده وأخليها تبقى مستديرة بالشكل ده كده. طبعا ده واخد ستروك، مش عايزين خالص احنا ستروك خالص في الموضوع ده. تمام، طيب هنا انا ممكن اكبره شوية من الجناب، بس الت واسحب كده شوية ليه، عشان خاطر لما اجي احط الصوابع ما تضايقنيش يعني، ما تبقاش ايه، ما تبقاش طالعة بره. طب هجيب الراوند ريكتانجل برضو، هعمل صوابع بالشكل ده كده، ممكن اطول ده شويه، مش عايزاه يبقى تخين، انا عايزاه ايه يعني يبقى معقول مناسب حاجه زي كده، بس ايه نطولها شويه كده. تمام، هما هنا طبعا 5 صوابع، ادي 4 وادي 1، كلهم قريبين من بعض يعني، في فرق بسيط قوي يعني. لو انا جيت دلوقتي خدت ده كده وقلت له الت واسحب الناحيه التانية، تمام، وطلعته بس فوق سنه، واخد كمان الت واسحب الناحية التانية واطلعه فوق سنة كده، انا عملت ال3 صوابع دول. بس ال3 صوابع دول صغيرين يعني، عايزين بس يخليهم يعرضوا شوية كده بالت عشان بس ايه. تمام، طيب عايز اخد كمان واحد من دول الت واسحب الناحية التانية بالشكل ده. حلو، طب جميل. ده بقى الصباع ده اللي هو هيتحرك، فبالتالي ده عايز يطول شوية برضو كده، عايز يطلع لفوق سنة صغيرة. تمام، طيب لما يطول شوية هيعمل ايه؟ اولا دوت هو عايز يتقسم على جزئين، يعني الصباع ده عايز يتقسم على جزئين. ليه؟ لان الحركة هنا شايفين بصوا جاية ازاي، او بص الحركة دي اللي حصلت دي دلوقتي بتقول ان الصباع ده مقسوم على 2، يعني في جزء فوق وفي جزء من تحت، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. هاخد من ده الت واطلع كده لفوق شوية مع الشيفت، واخليهم بس هما الاتنين يتقاطعوا في دايرة. يعني ايه بقى، نقرب بقى كده دلوقتي ونشوف اللي انا بقول عليه دلوقتي. ده مع ده، ده مع ده، الاتنين دول دول كده متقاطعين في دايرة، بس الدايرة أولا مش مظبوطة، فلازم ده يطلع لفوق شوية كمان. لو أنا خدت دلوقتي دول كده برضو مش مظبوطة، عايزة تطلع لفوق شوية كمان. طب أنا بعرف منين؟
كده هنقول ان هي قربت تتظبط. ثانية سنة كمان. بص لو انا جبت دلوقتي، بصوا شكل الدايرة، لو انا جبت دلوقتي دايرة هتبقى منطبقة على ده، عليهم بالظبط. طب انا لو رجعت كده صباع طويل قوي. طيب ماشي، بصوا في هنا لسه في جزء تاني، يعني في هنا لسه في الجزء ده. طبعا انا مش هرسم ضوافر والحاجات دي بقى، يعني انا مش ايه، خلينا بس نشوف الفكرة من الدرس. تعالوا ناخد الت وننزل كده هنا عشان خاطر نعمل ده كده روتيت، ويبقى هو ده الصباع الايه، الصباع الاخير. نشيل الشكل ده. ماشي يا شباب، كده احنا عملنا الايد بالطريقة دي، بس عايزة تطلع سنة بره عشان بس ما يبقاش فيه ايه. خلاص. طب جميل، حلو جدا. اعمل بقى اس عشان خاطر نسيبه. تمام. طيب كده احنا عملنا التقسيمة بتاعت الايد ورسمناها، فاضل الايد التانية. ناخد ده كده، اولا ده هيكبر شوية. خلاص، قلت مع شيفت ونخليه هنا بالطريقة دي. تمام. طيب تعالوا ناخد الايد التانية نشوف هي معمولة ازاي. الايد التانية هي هي نفس دي، بس من غير صوابع، بس فيها جزء هنا بالشكل ده. طيب انا دلوقتي لو جيت عملت مثلا، خدت من ده الت وسحبت الناحية التانية كده هنا مع الشيفت، خدت من الدايرة دي الت برضو وسحبتها هنا كنترول زد، خدت من ده الت برضو وسحبته هنا كده مع الشيفت. تمام. طيب في ايه بقى تاني لسه في الجزء ده؟ طيب هنا بقى في، انا ممكن اجي بقى هنا اخد الراوند ريكتانجل، ارسم بس كده جزء هنا كده من الراوند ريكتانجل بالشكل ده. تمام، نقفله كده خالص. وهناخد يعني ايه، عايزة الجزء اللي فوق ده يبقى رفيع شوية. طيب هو الجزء اللي فوق ده رفيع شوية، او اجيب جزء من هنا يعني دوت اخده بس كده انزل بيه تحت. اخد جزء من ده او صباع من ده، اخده الت واسحب هنا بالشكل ده. بس ده بقى عايز ايه، يتظبط شوية، فهجيب الزوم عشان يزوم الجزء ده. هنعمل فيه ايه بقى؟ بصوا هنجيب بس هنا ال direct selection، واخد مثلا النقطة دي. النقطة دي مقسومة على 2، او هي بتبقى 2، فانا هاخد منها يعني هدلت واحدة منها، انا مش عايزة النقطتين، فهخلي واحدة منهم بس والتانية هعملها سموز. ماشي كده، واخليها بالشكل ده. ودي انا عايزة ادخلها بس كده جوه شوية، تعمل لي شبه انحناءة بالشكل ده كده. تمام، اعمل ده بالشكل ده كده. هي بس عايزة ظبطة مش اكتر، يعني يبقى عندكم طولة بال شوية في الرسم اللي عايز يرسم يعني. والنقطة دي انا برضو هعملها سموث بالشكل ده، واخليها تبقى بالطريقة دي كده. تمام، دول مع بعض هيبقوا حاجة واحدة يعني. ده بس هيجي بس ايه اللي بره، سنة صغيرة كده بحيث ان هما يبقوا مع بعض. ممكن يقصر شوية على فكرة، مش لازم كل الطول ده يعني، لان كده كده دول كده مع بعض حاجة واحدة يعني، ده مع ده. ممكن اعملهم اد على فكرة من الباث فايندر. فين الباث فايندر؟ اهو اعملهم اد، هيبقوا حاجة واحدة بالشكل ده. تمام، بس هنا في بس نقطة كده صغيرة، دي بس عايزة تخش جوه سنة. كنترول زد. دي ده بس الهاند بتاعته عايزة تتعدل بس، مش اكتر من كده. تمام. طيب ادي الجزء ده، بس هنا في نقطة تانية. ايه هي؟
في هنا جزء ورا اللي هو ده، يعني ده كده مع ده، طيب اقول لكم على حاجة، دي هتبقى كبيرة شوية. يعني ايه؟ يعني دي هتنزل تحت دي كده، تمام. دي هتبقى بلون تاني مختلف، نخليها بلون غامق كده او نخليها بلون اغمق زي كده، تمام. بس دي هتبقى ورا التابلت ده، او ورا الايه الشكل ده. بس ده عايز بس يطلع لبره سنة صغيرة كده، بحيث بس ما يبقاش باين الطريقة دي، تمام كده. هو نفس الشكل اهو، بس دي عايزة تغطي الجزء ده خالص، فهنا نقف هنا كده، نخلي الجزء ده يجي بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نعمل موضوع الضوافر ده، هنعمله بس بشكل سريع كده. برضو هنعمل راوند ريكتانجل، بس هتبقى حاجة صغننة كده هنا، مش هتبقى يعني ايه حاجة جامدة، بس مجرد بس ان احنا بنغير فيه مش اكتر. هتبقى حاجة زي كده بسيطة زي كده. وهنا برضو هنحط بس ضفر هنا وضفر هنا، او ممكن اجيب من ده الت واسحب واحطه هنا، بس ده عايز بس يقل شوية كده، تمام. وهنا برضو نفس الكلام، ناخد ده الت ونحطه هنا الشكل ده كده. طبعا ده بس هو جاي ايه ماشي كده. طيب تعالوا بقى ايه نعمل اس كنترول اس، وبعد كده نبدأ نفصل دول على ليارات. خلاص الليارز، تعالوا نقف هنا كده ونقول له ريليز تو سيكونس، تمام. خلاهم لي بالشكل ده، هاخد دول كلهم كده واطلعهم لفوق، ويبقى اخر واحد ده ديليت، ونشوف بقى كل واحد فيهم. دي الضوافر بتاعت كل ايه واحد فيهم. انا عايزة ادخل دي تبقى ورا، يعني دي هتبقى ورا التابلت، خلاص هتبقى بالشكل ده. هو ده معمول له استروك؟ لا مش عايزه استروك خالص، هتبقى بالشكل ده. بس دي عامله ليه كده؟ اه طب تعالوا نحل المشكله دي. دي المفروض تغطي الجزء ده خالص، يعني ليه كده المفروض يجي الناحيه دي، تمام. وهنا دي ممكن اجيبها كده بحيث ان هي ايه ما تبانش خالص، بالظبط كده بحيث انها ما تبانش. اه هي جاية بدوران. طيب انا عندي حل تاني، ايه هو؟ خلي دي زي ما هي النقطة دي،
ترجع تاني زي ما كانت، عندي حل تاني. دي المفروض تجي ما بين الاتنين، دي هتيجي اخر واحدة خالص، تيجي اخر واحدة ورا خالص، ودي بس هتتعدل بيها الجزء ده، هيجي الناحية دي. يعني انا ممكن اجيب دي كده، تمام الشكل ده، دي بس عايز تطلع لفوق سنة صغيرة مش اكتر، يعني تبقى كده. تمام اهي بالظبط. ماشي، نقول اس بقى، نرجع ورا كده. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشوف الانيميشن بتاع المشروع ده، وان شاء الله يا رب يكون درس بسيط وسهل لصاحب السؤال ولكل الناس. اشوفكم على خير المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.